أهلا بكم أعزائي الطلبة والطالبات في درس جديد على قناة Private Math Lessons. Today إن شاء الله we are going to continue Unit 2 Lesson 2 which is entitled Polygons. كلمة Polygons بالعربي يعني الأشكال المضلعة، يعني الأشكال اللي بتتكون من مجموعة sides جنب بعضها. طيب تعالوا نتعرف اكتر على البوليجونز ونشوف التعريف بتاع البوليجون. ايه هو البوليجون؟ طبعا لازم تحفظ التعريف عشان هيجي لك في الكومبليت. The polygon is a closed shape formed from three line segments or more. يعني ايه الكلام ده؟ البوليجون ده شكل مقفول، closed يعني مقفول، formed from، متكون من 3 line segments، 3 line segments او 3 اضلاع or more. ده بنسميه سايد او بالعربي بنسميه ضلع، يعني line segment كده موجوده في شكل. لما نيجي نشوف تعريف البوليجون اهم نقطه فيه لازم يكون ايه؟ closed shape. ده اول شرط عندي ان يكون closed shape. الشرط الثاني متكون من ايه؟ line ايه؟ line segments. ده الشرط الايه؟ التاني. طيب تعالوا نشوف الاشكال دي، هل الشكل ده عندي بوليجون؟ لا مش بوليجون. ليه؟ عشان مفتوح، اوبن من هنا. طيب هل الشكل ده عندي بوليجون؟ لا مش بوليجون. ليه؟ عشان عندي ده كيرف، زي ما انت شايف كده ده كيرف، ما ينفعش البوليجون يكون فيه كيرف. ادي سايد وادي سايد وادي سايد، لكن ده هنا ايه؟ كيرف، يبقى ده مش بوليجون. طيب هل ده بوليجون؟ لا برضه ده مش بوليجون. ليه؟ عشان في عندي intersection between line segments وبعضها، السايد ده والسايد ده متقاطعين عندي فين؟ في نقطة. يبقى الأشكال دي لما تجيلي ما بقولش عليها إن هي بوليجون. طب مين الشكل اللي أنا ممكن أعتبره بوليجون وأتكلم عنه حاجة زي كده؟ مجموعة line segment كده متقفلين مع بعضيهم في شكل مقفول، ده بنسميه بوليجون. طيب ليه قال لي كلمة 3؟ اشمعنى 3 يعني؟ ما ينفعش 2؟ تعال جرب كده، لو انا خدت لاين سيجمنت كده، لو عايز اقفل بقى كلوزد شيب ما بين البوينت دي والبوينت دي، لو انا عملت دي كده هوصل دي هنا دي ازاي؟ طب نفرض خليناها كده، افرض قربنا قوي كده مش هتيجي. يعني علشان اعمل كلوزد شيب لازم هعمل كيرف، وانا ما ينفعش البوليجون يكون فيه ايه؟ كيرف. يبقى انا عشان احقق الكلوزد شيب مضطر اوصل لنقطه ثانيه، ومن النقطه الثانيه انزل لايه؟ للنقطه دي. يبقى انا هحتاج 3 لاين سيجمنتس. يبقى اقل بوليجون عندي في عدد السايدز البوليجون اللي هيحتوي على 3 سايدز، ده اللي هنسميه ايه ان شاء الله في الدرس الجاي؟ ده اللي هنسميه التريانجل. يبقى التريانجل ده عباره عن بوليجون لكن ايه؟ فيه 3 سايدز. طيب هنيجي نشوف دلوقتي بعض التعريفات المهمة جدا جدا اللي انت لازم تكون عارفها. ايه التعريفات دي؟ البوليجون بيكون فيه حاجة اسمها فيرتكس، دي اسمها فيرتكس بالعربي يعني الرأس، يعني دي كده اسمها فيرتكس، كلهم اسمهم فيرتسيز، البلورال بتاع فيرتكس فيرتسيز. ايه هي الفيرتكس بقى؟ تعريفها ايه؟ It is the intersection point of each two adjacent sides. دي نقطة التقاطع ما بين كل two sides adjacent، دي يعني جنب بعض أو متجاورين، يعني جنب بعض. طيب إيه تاني عندي مهم لازم أعرفه؟ لازم أعرف إن كل line segment هنسميها side، يبقى ده اسمه side وده اسمه side وده side وده side وده side. فين ال vertex؟ أدي vertex وأدي vertex وأدي vertex ودي فيرتكس ودي فيرتكس ودي انذر ايه؟ انذر فيرتكس. طب هنعرف حاجه اسمها الدياجونال. احنا خدنا الدياجونالز عندي في السكوير في دياجونالز، الريكتانجل في دياجونالز، اي شكل في دياجونالز. طب الدياجونالز بتاعت البوليجون بتيجي ازاي؟ تاخد اي اتنين فيرتكس بس ما يكونوش ورا بعض. يعني مثلا الفيرتكس دي والفيرتكس دي ورا بعض؟ لا مش ورا بعض، اقدر اوصل ما بينهم. طب بص الفيرتكس دي والفيرتكس دي، ممكن اوصل ما بين الفيرتكس دي والفيرتكس دي كده، يبقى ده دياجونال. وما بين هنا وهنا، يبقى ده برضو ايه؟ دياجونال.
طب بص بقى، ما بين دي ودي الاتنين دول ورا بعض، ينفع اوصل ما بينهم دياجونال؟ لا ما ينفعش، لان هو ده اصلا السايد، يبقى لازم افوت واحده عشان اعرف ارسم الايه الدياجونال. يبقى تعريف الدياجونال ايه بقى؟ التعريف ده مهم ولازم تحفظه. It is the line segment. فعلا هو line segment اهو. ماله اللاين سيجمنت ده؟ جوينينج، بيوصل ايه؟ اني تو نون كونسيكيوتيف فيرتيسيز. اني تو يعني اي اتنين، نون كونسيكيوتيف يعني مش ورا بعض، فيرتيسيز يعني راس، يعني اي لاين سيجمنت بتوصل ما بين اي تو فيرتيسيز مش ورا بعض بنسميها ايه؟ دياجونال. نطلع من الحته دي، عرفنا يعني ايه كلمه فيرتكس، دي الحته اللي واصله بين تو سايدز، وعرفنا يعني ايه دياجونال. نيجي مع بعضينا نتنقل لجزئيه تانية اللي هي النيم اوف ذا بوليجون. البوليجون بتاعي الاسم اللي هختاره له، هختاره له بناء على ايه؟ طيب في قاعده بتقول لي ان البوليجونز ار نيمد باي ذا نمبر اوف سايدز زي هاف، يعني على عدد السايدز اللي موجوده في البوليجون هندي له اسم. زي ايه؟ تعالوا نشوف مع بعضين. لو انا عندي بوليجون موجود فيه 3 سايدز، لو في 3 سايدز ادي 1 2 3 بنسميه تريانجل. طيب لو في 4 سايدز بنسمي ايه؟ بنسميه كوادريلاترال. كوادريلاترال لازم تعرف تنطقها كويس عشان هتتكرر معاك كتير الكلمه دي، كوادريلاترال. طيب لو في 5 سايدز هنسميه ايه؟ هنسميه بنتاجون. طب لو في 6 سايدز هنسميه هيكساجون، لو في 7 سايدز هنسميه هيبتاجون، لو في 8 سايدز هنسميه اوكتاجون. لازم نحفظ الحاجات دي يا مستر؟ اه لازم تحفظ المسميات دي. طيب عايزين ناخد بالنا من حاجه، ايه هي؟ لما تيجي تبص عندك مثلا في التريانجل هتلاقي فيه كام سايد؟ ادي 1 2 3، في 3 سايدز. وليه كام فيرتكس؟ بص كده ليه كام فيرتكس؟ ادي 1 2 3. جميل، تعال نبص للكوادريلاترال في كام سايدز؟ ادي 1 2 3 اند 4. طب في كام فيرتكس؟ ادي 1 2 3 اند 4، يعني برضو الفيرتكس قد السايدز في الكوادريلاترال. تعال نبص على البنتاجون في كام سايد؟ 1 2 3 4 اند 5. طب في كام فيرتكس؟ ادي 1 2 3 4 اند 5. اه برضو يبقى معنى كده ان عدد السايدز قد عدد الفيرتيسيز. اه بالفعل، لما اي بوليجون عندك لازم تلاقي فيه عدد السايدز قد عدد الفيرتيسيز. يعني في الهكساجون هتلاقي 6 سايدز و6 فيرتيسيز بس كده. لا في حاجه كمان، ايه هي؟ في حاجه كمان قدهم كمان، ايه هي؟ الانجلز. ما بين السايد والسايد بتلاقي ايه؟ بتلاقي انجل، في انجل هنا كده وفي انجل هنا وفي انجل هنا. يبقى الترانجل ده اللي هو فيه 3 سايدز وفي 3 فيرتيسيز في كام انجلز؟ في 3 انجلز. طب بص هنا في الكوادريلاترال تعال نشوف في عندي كام انجل. ادي 1 2 3 اند 4. طيب البنتاجون ادي 1 2 3 4 اند 5. طب تعال نشوف الاوكتاجون في كام سايد؟ 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 سايدز. في كام فيرتكس؟ ادي 1 2 3 4 5 6 7 اند 8. في كام انجل؟ ادي 1 2 3 4 5 6 7 اند 8. يبقى احنا لازم ناخد بالنا من حاجه مهمه قوي 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 في درس البوليجون، ايه هي؟ ان اني بوليجون، في اي بوليجون لازم النمبر اوف سايدز، عدد السايدز يكون قد النمبر اوف فيرتيسيز، ويكون قد النمبر اوف ايه؟ اوف انجلز. دي ملحوظه مهمه جدا لازم تبقى انت عارفها. كده يبقى احنا خلصنا جزء كبير من الليسون اللي هو يعني ايه بوليجون وبيتكون من ايه. هنيجي دلوقتي نتعرف على بعض الاشكال، بس لاي بوليجون؟ لا، هنختار البوليجون اللي هو فيه 4 سايدز اللي احنا قلنا من شويه اللي هو اسمه ايه؟ كوادريلاترال.
هنشتغل على الكوادريلاترال بس اللي هو فيه فور سايدز. هناخد اول شكل عندي اللي هو الترابيزيوم. الترابيزيوم فيه فور سايدز بس اي فور سايدز وخلاص؟ لا، الترابيزيوم فيه فور سايدز بس ليهم مواصفات معينه. يعني لما اجي اعرفه اقول ايه؟ اقول ان هو از اكوادريلاترال. كوادريلاترال دي يعني بوليجون هاز فور سايدز اللي هو ده بوليجون. بوليجون كوادريلاترال. هيحصل فيه حاجه بقى هتخليه ترابيزيوم اللي هو ايه؟ بص بقى، بتلاقي فيه تو سايدز بارلل ومش ايكوال ان لينث. يعني ايه؟ يعني بص كده، الاي بي والدي سي، احنا خدنا الدرس اللي فات الريليشن بتوين اللاينز وقلنا ان انا عندي في حاجه اسمها البارلل لاينز اللي عاملين زي القطر. يعني ده كده وده كده، زي ار نيفر انترسكت، ما بيتقطعوش ابدا، ما ينفعش يخشوا في بعض. يبقى بنسمي ده وده بارلل لاينز. اهو الاي بي بارلل لمين؟ للدي سي. ولازم ايه كمان؟ لازم الاي بي ما يكونش قده. لو لقينا شكل فيه فور سايدز وعندي تو سايدز منهم بارلل ومش ايكوال، على طول بنقول عليه ايه؟ ترابيزيوم. تعالوا مع بعضينا نشوف تاني شكل عندنا من الاشكال اللي هي الكوادريلاترال، يعني اللي هي فور سايدز بس فيها صفات معينة، عشان كده بنسميها اسم تاني غير الكوادريلاترال. الشكل التاني اللي عندي اسمه الباراليلوجرام. الباراليلوجرام يعتبر من الاشكال المهمة جدا جدا، يعني انا عايزك تركز وانت بتفهم مني الحتة دي. ايه هو الباراليلوجرام؟ الباراليلوجرام الشكل بتاعه عامل كده بالظبط، زي ما انت شايف كده، في فور سايدز، لازم يكون فور سايدز عشان هو كوادريلاترال. ايه مواصفات الفور سايدز دول؟ تعال نبص مع بعضينا. هو اسمه ايه؟ اسمه A B C D. كل تو سايدز قدام بعض المفروض ان هما بارلل. خد بالك، السهم ده والسهم ده، يعني ده كده بارلل، ده كده يعني ماشيين قطر. طيب والسهمين دول والسهمين دول، يعني ده كده بارلل ايه؟ ده كده. يعني ايه الكلام ده؟ نقولها ازاي بالستيتمنت؟ نقول each two opposite sides are parallel. كل two opposite sides، opposite sides يعني sides قدام بعضيها، كل اتنين sides قدام بعضيهم مالهم؟ are parallel. يعني ال AB parallel ال DC، عشان الحاجات دي هتجيلك في الكومبليت، وال AD parallel مين؟ BC. تمام؟ هل كده وبس ولا في حاجة كمان؟ لا، في حاجة كمان. هتلاقي ان الاي بي قد الدي سي، يعني ده كده قد ده كده، يعني ده وده قد بعض وده كده، والاي دي قد البي سي. يعني هتلاقي في كمان each two opposite sides are equal in length. يعني احنا ممكن نضمهم مع بعض. ممكن نقول each two opposite sides are parallel and equal. جميل قوي. طيب احنا اتفقنا ان في عندي حاجه اسمها الدياجونالز. دايما الكوادريلاترال بيكون فيه تو دياجونالز على طول، كل الاشكال اللي هنشوفها هتلاقي فيها تو دياجونالز. تعال نشوف بقى الدياجونالز بتاعه الباراليلوجرام، وعايزك تفهمها مني كويس قوي. انا عندي كام دياجونال؟ انا عندي الدياجونال اي سي والدياجونال بي دي. التو دياجونالز دول مالهم؟ بيحصل لهم انترسكشن في بوينت اسمها ام. تمام؟ ايه الصفه المهمه جدا اللي عايزك تعرفها؟ ان التو دياجونالز دول بايسكت ايتش اذر. يعني ايه بايسكت ايتش اذر؟ يعني هما لما دخلوا في بعض كده الاي سي اتقسم نصين، اتقسم حته اسمها اي ام وحته اسمها ام سي، والاثنين دول قد بعض. ايه كمان؟ البي دي لما دخل وتقاطع مع الاي سي اتقسم حتتين، حته اسمها بي ام وحته اسمها ام دي، والحتتين قد بعض بالظبط. يعني ايه الكلام ده؟ يعني التو دياجونالز بايسكت ايتش اذر. لما بيحصل لهم انترسكشن كل واحد فيهم بيتقسم حتتين قد بعض بالظبط.
طب جميل قوي، دي خلاص عرفناها. ايه كمان بقى لازم اعرفه؟ لازم تعرف النقطة دي والنقطة دي وتحفظها كويس قوي، عشان انت عندك اشكال كتير في الليسون ده، هتلاقي نفسك بتتلخبط. انا هعلمك حاجة عشان ما تتلخبطش. التو دياجونالز اللي هنا اللي في الباريوجرام فيهم حاجتين ما بيتحققوش، اللي هم ايه؟ التو دياجونالز ار نوت ايكوال. يعني ايه نوت ايكوال؟ مش ايكوال. يعني لما تيجي تبص على الاي سي تلاحظ ان هو كبير والبي دي اصغر منه، يبقى التو دياجونالز مالهم؟ ار نوت ايكوال، مش متساويين. ايه كمان الحته الثانيه؟ ان التو دياجونالز ار نوت بيربنديكولار. يعني ايه ار نوت بيربنديكولار؟ احنا خدنا البيربنديكولاريتي، يعني البيربنديكولار يعني لما بيحصل لهم انترسكشن ما بيحصلش رايت انجل هنا. تمام، نقولها تاني الحته دي. احنا هندرس في الليسون ده مجموعه اشكال بخلاف الباريوجرام، هتلاقي الرومبس والسكوير والريكتانجل. عشان ما تتلخبطش ما بينهم هتفرق ما بينهم عن طريق الدياجونالز بالحته دي. الباريوجرام تعرف ان في اتنين نوت، نوت ايكوال ونوت بيربنديكولار. لما تيجي تدرس بقى بقيه الاشكال هتلاقي الحاجات دي بتختلف، فهنحفظهم مع بعضينا. نحفظ تاني الباريوجرام، التو دياجونالز بايسكت اتش اذرز ومش ايكوال ومش بيربنديكولار. ما تخشش على الشكل اللي بعده الا لما تحفظ الحته دي. تعالوا مع بعضينا نشوف الشكل التاني اللي معانا اللي هو الرومبس. الرومبس يعتبر كوادريلاترال، ليه؟ عشان فيه فور سايدز. طيب الفور سايدز دول هيكون ليهم مواصفات معينه، عشان كده هنسميه رومبس. طيب احنا كنا من شويه خدنا الباريلوجرام، انا جايبه لك وحاططه لك فوق هنا اهو. لما نيجي نبص على الرومبس لازم اول حاجه تعرف ايه اللي حصل في الباريوجرام عشان الشكل يتغير ويبقى رومبس. تعال نشوف مع بعضينا الرومبس عباره عن ايه. الرومبس زي ما انت شايف ليه فور سايدز، each two opposite sides are parallel. الله، ده زي الباريوجرام بالظبط اهو. الاي بي parallel لمين؟ للدي سي. والاي دي parallel لمين؟ للبي سي. اه بس في حاجه كمان، ان الفور سايدز كلهم ار ايكوال. يعني كل تو اوبزيت سايدز ار ايكوال، اه بس كلهم بقى، ومش كده وبس، ده كلهم ايكوال، يعني كل اتنين قدام بعض قد بعض وكلهم ايكوال. طيب هنا هنعمل ايه؟ هنا لازم نسال نفسنا سؤال، ايه اللي حصل في الباريوجرام عشان يتحول لايه؟ لرومبس. تعال نبص مع بعضينا. انت عندك الاي بي قد الدي سي والاي دي قد البي سي، بس خد بالك الاي بي كبير شويه، يعني الاي بي اكبر منين؟ من الاي دي. فاللي هيحصل ان احنا هناخد منه حته، هنقطع من هنا كده حته ونقطع من هنا ايه حته، ونزق البي سي جوه كده شويه، ندخل البي سي جوه شويه، يحصل ايه؟ تلاقي ان البي سي بقى هنا كده. اه ايه اللي حصل بقى هنا؟ هنخلي كده، هنخلي الحته دي قد دي قد دي قد دي. يبقى ايه اللي حصل في الباريلوجرام عشان يتحول لرومبس؟ ان السايدز، السايد ده زقيته كده شويه، لما زقيته خليت الفور سايدز قد مين؟ قد بعضيهم. تمام؟ يبقى عشان ما نتلخبطش، الرومبس عباره عن ايه؟ الرومبس عباره عن باريلوجرام بس الفور سايدز كلهم مالهم؟ قد بعض. اوكي طيب ايه اللي هيحصل في الدياجونالز بقى؟ زي ما اتعرفنا على الدياجونالز بتاعت الباريوجرام، تعال نتعرف على الدياجونالز بتاعت الرومبس. احنا اتفقنا ان التو دياجونالز بايسكت اتش اذر، يعني ايه؟ يعني هم دخلوا في بعض، كل دياجونال اتقسم حتتين قد بعض بالظبط، يعني الاي ام قد الام سي والبي ام زي الايه؟ زي الام دي. ده زي مين؟ زي الباريوجرام. هم كل الاشكال اللي انت هتدرسها هتلاقي ان التو دياجونالز بايسكت ايتش اذر. اوكي؟ ايه بقى اللي انا عايز اعرفه؟ احنا خدنا حاجتين في الباريوجرام والاثنين نوت. هنا التو دياجونالز بقى ايه؟ ار نوت ايكوال ولكن بيربنديكولار. اه يبقى ايه اللي حصل؟ احنا حصل تغييره واحده
البريوجرام حصل فيه تغييرة واحدة في السايدز، التغييرة الواحدة اللي في السايدز دي حولته الرومبس، لكن عملت ايه في الدياجونالز؟ بدل ما كانوا نوت بيربنديكولار خلتهم ايه؟ خلتهم بيربنديكولار زي ما انت شايف كده اهو، لكن لسه نوت ايكوال، واحد كبير والتاني ايه؟ والتاني صغير. اوكي؟ نرجع الحتة دي تاني مع بعضينا. كل الاشكال اللي انت هتدرسها في الليسون ده الدياجونالز بايسكت ايتش اذر. طيب الباريلوجرام التو دياجونالز مالهم؟ الاثنين نوت، نوت ايكوال ونوت بيربنديكولار. طب نخش على الرومبس، التو دياجونالز مالهم؟ في نوت واحدة هنشيلها اللي هي بتاعت البربنديكولر، يعني هما الاثنين بيربنديكولار، وهيفضل ايه؟ نوت ايكوال. عشان ايه؟ عشان حصل تغييرة واحدة في السايز، احنا غيرنا السايدز فحصل تغييرة واحدة فين؟ في الدياجونالز. نيجي نشوف الشكل اللي بعد كده اللي معانا اللي هو الريكتانجل. الريكتانجل از اكوادريلاترال، ليه؟ عشان فيه فور سايدز اهم. بس ايه المواصفات بتاعت الفور سايدز دول؟ تعال بص، هتلاقي ان الاكس واي بارلل ال زد، والال اكس بارلل زد واي، يعني ايتش تو اوبوزيت سايدز ار بارلل، وايتش تو اوبوزيت سايدز ار ايكوال. زي ايه؟ زي الباريلوجرام بالظبط. الله، طب هو ليه ما يبقاش باريلوجرام؟ لا، ما هو في تغييره حصلت على الباريلوجرام، انا جايبه لك فوق اهو، ادي الباريلوجرام حصل في تغييره، غيرنا في حاجه حولته الريكتانجل. ايه اللي اتغير في الباريلوجرام؟ لما تيجي تبص تلاقي ان السايد ده زقيناه كده، لما زقينا السايد ده من هنا كده وهنا شدنا ده من هنا عدلناه، يعني بدل ما كان معوج عدلناه. يعني ايه اللي حصل؟ الانجل الكبيره دي، الانجل دي اوبتيوز انجل كبيره، حصل فيها ايه؟ زقت السايد ده كده شويه لحد دي ما بقت ايه؟ لحد ما بقت رايت انجل. يعني ايه؟ غيرنا الانجل بقى ريكتانجل. احفظها كده، الباريوجرام ايه اللي حصل فيه عشان يتحول لريكتانجل؟ غيرنا الانجل، يبقى غيرنا الانجل بقى ريكتانجل. يبقى حصل تغييره واحده حولت الباريوجرام لريكتانجل. طب التغييره الواحده دي هتعمل ايه في الدياجونالز؟ هتعمل برضو تغييره واحده، هتشيل نوت، يعني في نوت هنا هتتشال. احنا اتفقنا ان الدياجونالز بايسكتس ايتش اذرز، وايه كمان؟ هنا هتلاقي التو دياجونالز ار ايكوال، هيبقوا ايه؟ هيبقوا ايكوال لكن نوت بيربنديكولار. اوكي، يبقى حصل ان انا عندي تغييره واحده حصلت في السايدز بتاعت الباريلوجرام خليته ريكتانجل، وحصل ان التو دياجونالز اتشال منهم واحده ايه؟ واحده نوت، وبقى التو دياجونالز ار نوت بيربنديكولار. نراجع مع بعضنا تاني الدياجونالز، الباريلوجرام هتلاقي فيه اتنين نوت، الدياجونالز بتاعته نوت ايكوال ونوت بيربنديكولار. طيب دخلنا بعد كده الرومبس، الرومبس كانت فيه نوت واحده بس، فين؟ في نوت ايكوال، واتشالت النوت بتاعت البيربنديكولار. طب نيجي على الريكتانجل، ايه اللي حصل؟ بقى فيه نوت واحده بس اللي هي فين؟ نوت بيربنديكولار، واتشالت النوت بتاعت الايه؟ بتاعت الايكوال. خلاص، تعالوا نشوف بقى هنا حته كمان اللي هي الانجلز. الانجلز هنا في الريكتانجل مالها؟ الانجلز كلها 90 ديجريز. وخليك فاكر غيرنا الانجل بقى ريكتانجل. تعالوا مع بعضينا نشوف الشكل الاخير معانا، ومن الاشكال المهمه جدا اللي هو السكوير. السكوير برضو بنعتبره كوادريلاترال، ليه؟ عشان ليه فور سايدز. طيب الفور سايدز بتوعه عاملين ازاي؟ تعال بص كده، الاي بي بارلل دي سي، والاي دي بارلل بي سي، ده زي الباريلوجرام بالظبط. حاجه كمان، الاي دي والدي سي والاي دي والبي سي كلهم قد بعض، زي مين هنا؟ زي الرومبس. طيب احنا عايزين نعرف دلوقتي ايه اللي حصل في الباريلوجرام عشان يتحول لسكوير. خد بالك بقى، انا عشان يتحول لسكوير ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان انا السايدز خليتهم زي بعض، يعني خدت منه حته كده، قطعت منه حته كده، ادي اول تغييره عملتها.
عملنا ايه كمان؟ غيرنا الانجل. شفت انت الحته بتاعت غيرنا الانجل بقى ريكتانجل؟ اه غيرنا الانجل هنا كمان. يعني دي خليناها كده، وقفناها كده، ووقفناها ايه؟ من هنا كده. يبقى عملنا كام تغييره في البريوجرام علشان نوصل للسكوير؟ غيرنا في حاجتين، غيرنا في السايدز خدنا منه حته، وغيرنا فين؟ في الانجل. دي حاجه مهمه جدا لازم تبقى انت عارفها. يبقى انا في السكوير بعمل حاجتين، الحاجتين اللي بعملهم دول بيشيلوا الاتنين نط، يشيل النط من هنا ويشيل النط من هنا. يبقى تلاقي الدياجونالز بتاعت السكوير مالها؟ الدياجونالز بتاعت السكوير هتلاقيها ايكوال، وهتلاقيها ايه؟ بيربنديكولار. وطبعا لازم هما الاتنين الدياجونالز بايسكت اتش ايه؟ اتش اذرز. يبقى دي مهمه قوي، يلا نراجعها مع بعضينا. انا عندي اربع اشكال من الكوادريلاترال: البريوجرام، الرومبس، الريكتانجل، السكوير. يهمني جدا تعرف الدياجونالز بتاعتهم عامله ازاي. الاربع اشكال الدياجونالز بايسكت ايتش اذرز، يعني لما دخلوا مع بعض كده واتقطعوا كل دياجونال اتقسم حتتين قد بعض. ايه كمان بقى؟ اهم حاجه بقى، عندك حاجتين، عندك كلمه ايكوال وعندك كلمه بيربنديكولار. في البريوجرام التو دياجونالز نوت ونوت. طيب في الرومبس، في الرومبس التو دياجونالز نوت ايكوال لكن ايه؟ بيربنديكولار، عندك نقطه واحده بس. طب بالنسبه للريكتانجل عندك نقطه واحده بس في البيربنديكولار، نوت بيربنديكولار. طب وبالنسبه للسكوير شلنا النوت من ايكوال وشلنا النوت منين؟ من البيربنديكولار. دي حته مهمه قوي عشان مسائل الكومبليت ما تتلخبطش. طيب تعال نشوف مع بعضينا بقى الانجلز هنا ايه وضعها. الانجلز برضو في السكوير كلهم 90 degrees. تعالوا مع بعضينا نشوف ازاي هنرسم الريكتانجل. هو بيقول لي by using rectangle properties draw a rectangle XYZL whose two dimensions are 5 and 3. كلمة dimensions يقصد بيها ال length وال width. طبعا انت شايف 5 و 3، يبقى ال 5 هي ال length عشان هي الأطول، وال 3 هو الايه؟ هو ال width. هنرسم ازاي؟ أول حاجة نرسم ال 5 سنتيمتر as a base، يعني القاعدة بتاعته. نيجي هنا نعمل المسطرة اهي ونعمل عليها 5 سنتيمتر، وبعد كده أجي بالست سكوير أو المثلث بتاعك، نقف عند الواي كده، طبعا بحط هنا المسطرة عشان على الخط بالظبط، وبطلع من عند البوينت واي 3 سنتيمتر، يبقى وصلت للبوينت مين؟ للبوينت زد. نفس الكلام من عند الاكس، اجي بالمسطره اقف كده واطلع ايه؟ البوينت دي. انا بقف بالمسطره عشان اتاكد ان القاعده بتاعت المثلث على الخط بالظبط، واخد 3 سنتيمتر، وبعد كده اقوم قافل ايه؟ اقوم قافل الخط بتاعي بالمسطره. طيب تعالوا نشوفها كده بصوره اوضح تاني بتتعمل ازاي. اول حاجه هنحط البوينت اكس والبوينت واي والمسافه بينهم 5 سنتيمتر. بعد كده نجيب المثلث بتاعنا اهو بالظبط كده، نحط المسطره كده والمثلث، نقف عند مين؟ عند البوينت واي، وبعد كده ناخد مين؟ ناخد 3 سنتيمتر. واعمل نفس الكلام عند الناحيه الثانيه، اخد 3 سنتيمتر. وبعد كده ايه؟ ادي البوينت زد وادي البوينت ال، وبعد كده نقفل الايه؟ ال زد. بعد لما بنرسم اي رسمه بنحط الدايمنشنز بتاعتنا. يعني هو قال لي ايه؟ قال لي اللينس بتاعه 5، يبقى اكتب هنا 5 سنتيمتر. والويدز عندي كام؟ الويدز 3، نكتب كده 3 سنتيمتر. الريكتانجل في حاجه مهمه جدا، ان الانجل دي رايت، لازم اوضح له ان دي كده ايه؟ رايت انجل، ودي كده ايه؟ رايت انجل، ودي كده رايت، ودي كده ايه؟ ودي كده رايت. طيب تعالوا نشوف دلوقتي ازاي نرسم السكوير. بيقول لي by using the square properties draw the square ABCD of side length 4. طالما اداك سايد واحد انت عارف كله، لان الفور سايدز ار ايكوال قد بعض. هنعمل زي ما عملنا في الريكتانجل بالظبط. اول حاجه اخد الاي بي 4 سنتيمترز،
وبعد كده اجيب السيت سكوير او الريكتانجل بتاعي او المثلث من السايد الكبير كده واقف، احط المسطره هنا واقف اخد 4 سنتيمتر، ومن الناحيه الثانيه اخد 4، وبعد كده نقفل السكوير بتاعنا. الحاجات دي لازم تدرب ايدك عليها كتير. تعالوا مع بعضينا نشوف اكسرسايز 8، وعايزك بقى تركز معايا قوي لان الاكسرسايز ده مهم جدا. الدرس كله بوجه عام مهم لان السنوات القادمة ان شاء الله انت هتاخد الحاجات دي تاني. اول اكسرسايز معايا بيقول لي join each figure to its name. احنا اتفقنا ان الشكل بتاعي بياخد اسمه من عدد السايدز. طيب انا عندي هنا كام سايد؟ 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 كلهم 4، يبقى كلهم كوادريلاترال. طيب الكوادريلاترال كان تحتيه بعض الاشكال، مين هم؟ بدأناهم بالترابيزيوم، وبعد كده خدنا البريوجرام، وخدنا الرومبس والسكوير والريكتانجل. طبعا هنا مفيش تريانجل خالص. طيب نبدأهم مع بعضينا. اسهل واحد مين نتعرف عليه؟ الترابيزيوم. ليه؟ عشان بتلاقي ده وده الاثنين بارلل، ودايما بتلاقي فيه حته من الجنب كده شكله كده مختلف قوي، يبقى الشكل ده عباره عن ايه؟ ده الترابيزيوم. طيب مين الشكل ده؟ الشكل ده واضح جدا ان هو ريكتانجل. طب الشكل ده مين؟ ده البريوجرام، عشان في عندي الانجل اوبتيوز اهي، وسايد كبير وسايد صغير، يبقى ده بريوجرام. طيب ده ايه ده؟ ده رومبس ده ولا سكوير؟ لا ده رومبس، هما كلهم قد بعض اهم، بس في انجل اكيوت وفي انجل ايه؟ اوبتيوز، يبقى ده ايه؟ يبقى ده رومبس على طول. طيب مين ده؟ ده واضح ان هو سكوير لان كلهم زي بعض اهو، والانجل دي واضح ان هي رايت، دي رايت اهي ودي رايت ودي رايت ودي رايت، يبقى مين ده؟ يبقى ده سكوير. اكسرسايز 2 بيقول لي كومبليت، وده من الاكسرسايزز المهمه قوي قوي قوي. طيب بيقول لي اول حاجه البوليجون which has four sides is called ايه؟ طبعا احنا خدناها وقلنا لازم نعرفها كويس، اللي هي الكوادريلاترال، ولازم نعرف نكتبها ازاي. طيب الهكساجون is a polygon with، الهكساجون في كام سايد؟ الهكساجون زي ما احنا شفنا في 6 سايدز. طيب but the A is a polygon with 3 sides. مين اللي فيه 3 sides؟ التريانجل، يبقى the triangle is a polygon with 3 sides. طيب نيجي اللي بعد كده بيقول لي the number of vertices of the pentagon. البنتاجون فيه كام سايد؟ فيه 5 سايدز، واحنا اتفقنا ان عدد السايدز قد عدد الفيرتيسيز في اي بوليجون. طب هو فيه 5 سايدز، يبقى فيه 5 فيرتيسيز. هنا ذا كوادريلاترال هاز كام دياجونالز؟ ليه 2. طيب ذا بوليجون which has only 2 parallel sides is called ايه؟ اول شكل خدناه ترابيزيوم. Each two opposite sides are parallel في ايه؟ كل two sides قدام بعض parallel في كام شكل؟ خد بالك قال لك each، لو قال لك only two يبقى الترابيزيوم بس، لكن each two يعني كل اتنين في ايه؟ في الاربع اشكال اللي احنا خدناهم، البريوجرام والرومبس والريكتانجل والسكوير، كل الاشكال دي فيها each two opposite sides are parallel. يبقى هنا نكتب البريوجرام وهنا نكتب الرومبس وهنا نكتب الريكتانجل and الايه؟ and السكوير. طيب هنا
each two opposite sides are equal in length. في ايه؟ كل two sides قدام بعض equal in length. في ايه؟ برضو نفس الكلام ده في الباريوجرام والرومبس والريكتانجل والايه والسكوير. اللي بعديها the four sides are equal in length. في ايه وايه؟ سهله، في الرومبس والسكوير. نيجي اللي بعد كده بيقول لي the four angles are right. في ايه وايه؟ مين الشكلين اللي كان فيهم الانجلز كلهم right؟ تمام، في الريكتانجل والسكوير. هنا the two diagonals in A و A are equal and bisect each other. اتفقنا ان هم bisect each other في ايه؟ في كله، بس كان في حاجات منهم الدياجونالز ايكوال. ينفع الباريوجرام؟ لا، احنا قلنا باريوجرام نوت ونوت. طب مين اللي ما كانش فيه نوت خالص؟ كان السكوير. يبقى ممكن اختار هنا الايه؟ السكوير. يبقى لي الرومبس والريكتانجل، مين فيهم اللي الدياجونالز بتاعته ايكوال؟ الريكتانجل. يبقى السكوير اند الريكتانجل. طيب the two diagonals are perpendicular. في ايه وايه؟ مين البربنديكولار بتاعته ما كانتش نوت؟ طبعا لازم يكون السكوير، لان السكوير بيبقى ايكوال وبربنديكولار. مين تاني اللي ما كانش فيه نوت عند البربنديكولار؟ تمام، الرومبس. طيب نيجي بعد كده بيقول لي in the parallelogram every two opposite sides are A و A are equal and parallel. اللي بعد كده the two diagonals of the rectangle. الريكتانجل كان في ايه؟ كان في واحدة نوت وواحدة لا. مين اللي كانت نوت؟ البربنديكولار. ومين اللي كانت لا؟ كان equal. يبقى two diagonals are equal and not perpendicular. اللي بعديها in the square all angles are A or right. Right angles. طيب نيجي بعد كده exercise 3. Correct or false. بيقول لي and correct the mistake. الغلط هنصححه. The sides of the square are equal in length. تمام. The angles of the rectangle are right. مظبوط. The opposite sides in the parallelogram are parallel. الكل two sides قدام بعض في البريوجرام parallel. تمام، مظبوطة. طب هنا the diagonals of the rectangle are not equal in length. أخد بالك، هو الريكتانجل كان فيه واحدة نوت بس ما كانتش مع الايكوال، كانت مع البربنديكولار. يبقى الدياجونالز بتاعت الريكتانجل دي غلط. دي المفروض الصح بتاعها ايه بقى؟ ار ايكوال، او تقول ار نوت بربنديكولار. هنا ذا رومبس هاز اونلي وان بير اوف بارلل سايدز. الرومبس في وان زوج واحد من السايدز البارلل؟ لا طبعا، اللي فيه وان بير من البارلل سايدز اللي هو مين؟ الترابيزيوم. يبقى دي غلط. اللي بعديها the polygon which has no diagonals is a triangle. هل التريانجل فيه diagonals؟ مفهوش. يبقى فعلا الستمنت دي صحيحه. التريانجل هو البوليجون الوحيد اللي مفهوش diagonals. هنا the measure of any angle of the square. السكوير الانجلز بتاعته كانت 45؟ لا ما كانتش 45، امال كانت كام؟ كانت 90 degrees. يبقى دي غلط. طيب the polygon which has 5 angles is called heptagon. لا طبعا مش heptagon، is called pentagon. يبقى دي غلط.
the two diagonals of the square are perpendicular. تمام، لان السكوير الاثنين متحققين يعني equal و perpendicular، يبقى two diagonals في السكوير are perpendicular. مظبوط. The number of sides of any polygon is equal to the number of vertices. عدد السايدز زي عدد الفيرتيسيز. مظبوط. The number of sides of any polygon is not equal to the number of its diagonals. اه مظبوط، لان الدياجونالز دايما اقل من الايه، من السايدز اللي عندي. Exercise 4 بيقول لي write only one difference between each of the following. عايزين اختلاف واحد ما بين الاتي، السكوير اند الريكتانجل. ايه الحاجه المختلفه اللي ما بينهم؟ في المسائل اللي زي دي الاختلافات احنا بنجيبها في الدياجونالز. الدياجونالز هي دايما بيكون فيها اختلافات. يعني مثلا السكوير والريكتانجل، ايه اللي مختلف في الدياجونالز بتاعهم؟ مين فيهم اللي ما فيش فيه نوت؟ السكوير ما فيش فيه نوت في الايه، في البربنديكولار، وما فيش فيه نوت في الايكوال. طب الريكتانجل فيه نوت فين؟ في نوت بربنديكولار. يبقى احنا ممكن نجيب الاختلاف في حته البربنديكولار. يبقى ذا دياجونالز of the square are perpendicular. But the diagonals of the rectangle are not perpendicular. تمام. نيجي اللي بعد كده الرومبس والباريلوجرام. نيجي نشوف برضك اختلاف في الدياجونالز. الباريلوجرام كان نوت ونوت، يعني الدياجونالز نوت ايكوال ونوت بيربنديكولار. طب الرومبس كان ايه؟ كان مين اللي ما فيش فيه نوت؟ البيربنديكولار. يبقى ممكن اقول ان الدياجونالز بتاعت الرومبس ار بيربنديكولار، والدياجونالز بتاعت الباريلوجرام نوت بيربنديكولار. يبقى انا عندي يبقى ذا دياجونالز of the rhombus are perpendicular. But the diagonals of the parallelogram are not perpendicular. تمام. نيجي بعد كده السكوير والكيوب. السكوير والكيوب سهله جدا. السكوير ده شيب، ما ينفعش ده حاجه وده حاجه تانيه خالص. الكيوب ده احنا خدناه سوليد. يبقى ذا سكوير از ا شيب، يعني شكل. but the cube is a solid. نيجي الاكسرسايز اللي بعد كده، الاكسرسايز بتاع الدرو. الاكسرسايز ده مهم جدا وانا هسيبه لكم تعملوا هوم ورك. طبعا احنا عملنا زيه في الليسون وعرفنا نرسم ازاي. هنرسم السكوير اي بي سي دي اوف سايد لينث 6 سنتيمتر. طبعا سهله، حط الرولر بتاعتك، تيجي بعد كده بالتريانجل، تاخد هنا تاخد لاين كده بيبقى بيربنديكولار على الاي بي، ومن الناحيه الثانيه تاخد برضو لاين 6 سنتيمترز، وتقفل الايه؟ السكوير. تعمل السكوير ده وتعمل الريكتانجل وتعمل السكوير ام ان او بي. هتخلي بس الليترز مختلفه، ده 3 سنتيمترز. وهتعمل الريكتانجل الثاني اي اف جي اتش، الاي اف 8 والاف جي اي 5. الحاجات دي كلها تبقى هوم ورك مهم جدا تعملوها. نيجي نشوف مع بعضنا اكسرسايز 6. بيقول لي ان ذا اوبزيت فيجر الاي بي سي دي از ا باريلوجرام كومبليت. تعالى كمل بقى. بيقول لي ايه؟ الدي اي ده فين الدي اي؟ ادي الدي اي اهو. ده بربنديكولار على مين؟ انا شايف هنا انجل رايت.
طب الانجل رايت دي على مين؟ على السايد اللي اسمه سي بي، يبقى هنا سي بي لاين سيجمنت. طيب ايه تاني؟ الاي بي لاين سيجمنت، الاي بي اهي ده بارلل لمين؟ واضح طبعا ان هو بارلل للسي دي، لان احنا البروبرتيز بتاعت البريوجرام الخواص بتاعته ان كل تو اوبوزيت سايدز ار ايه؟ ار بارلل. يبقى نحط هنا ايه؟ نحط هنا سي دي. طيب اللي بعديها الشيب، الشكل اي بي اي دي، اي بي اي دي از ايه؟ ده نسميه ايه؟ طب الشكل ده فيه ايه؟ كام سايد؟ 1 2 3 4 فور سايدز، يبقى كوادريلاترال. لا احنا خدنا اشكال معينه في الكوادريلاترال، موجود هنا صفه منها. ايه هي؟ انا عندي ده كده بارلل لمين؟ لده كده. طب اتنين بس بارلل، طب دول ايكوال؟ لا مش ايكوال. طب ده يفكرنا بمين؟ بالترابيزيوم، يبقى ده از ترابيزيوم. اللي بعديها تعال نشوف البريمتر اوف اي بي اي دي. اي بي اي دي البريمتر يعني ايه؟ اعمل كل السايدز بلس. طب انا عندي الاي بي مش موجود، اجيب اللينس بتاعه ازاي؟ طب ما احنا خدنا من البروبرتيز بتاعت البريوجرام ان كل تو سايدز قد بعض بارلل وايكوال، يعني ده 5 يبقى ده كمان ايه؟ 5 سنتيمتر. يبقى البريمتر بتاع الـ ABED هيكون ايه؟ ادي الـ AB 5، يبقى 5 بلس الـ BE بكام؟ 4 بلس الـ ED بكام؟ بـ 4 بلس آخر حاجة بكام؟ بـ 7. يبقى هيكوال كام؟ 5 و 4 9، 9 و 4 13، 13 و 7 20. بس ما ينفعش اسيب ال 20 كده، لازم اقول 20 ايه؟ يبقى 20 سنتيمتر. نيجي نشوف اللي بعد كده، بيقول لي البريمتر اوف الترينجل دي اي سي، دي اي سي، الترينجل ده البريمتر بتاعه كام؟ طب انا عندي دي 4 وعندي دي 5، الله، طب الحته دي اجيبها ازاي؟ انا عارف ان البي سي كله المفروض يكون قد مين؟ قد الاي دي، لان ده باريلوجرام. ومفروض ان السايد ده قد السايد ده. طيب ده كله 7 والحته دي 4، يبقى الحته دي عباره عن ايه؟ عباره عن ال 7 كلها واشيل منها ال 4، يعني كام؟ تديني 3 سنتيمتر. يبقى الترينجل ده ده بلس ده بلس ده يديني البريمتر بتاعه اللي هو ايه؟ اللي هو 4 بلس 3 بلس ال 5، 4 و 3 7 و 5 يديني 12، يبقى 12 سنتيمتر. الاكسرسايز ده مهم جدا وبيجي كتير في الامتحانات. تعالوا نشوف الاكسرسايز اللي بعد كده. بيقول لي درو، ارسم السكوير اي بي سي دي هوز سايد لينس از 4 زين كومبليت. انا هسيب لك انت ايه ترسمه، انا هنا هرسمه في الدرافت. ادي سكوير اهو، ادي اي بي سي اند دي، يبقى السايد لينس عندي هنا 4 وده 4 وده 4 وده 4، وعندي الانجلز دي كده المفروض تبقى رايت ودي رايت كده ودي رايت كده. طيب هو بيقول لنا ايه؟ الاي بي اللي هو ده ايكوال ايه؟ ايكوال ايه؟ ايكوال ايه؟ ايكوال كام سنتيمترز؟ الاي بي ايكوال بي سي equal CD equal AD equal 4 سنتيمتر. يبقى الـ AB equal الـ BC equal CD equal DA equal 4 سنتيمتر. ولما يكون في علامة equal بشيل السيمبل بتاع اللاين سيجمنت، يعني احط اللاين سيجمنت في حالتين، في حالة البارلل وفي حالة البربنديكولر، لكن وانا بكتب equal ما بحطش الايه؟ الشرطة دي فوق. طيب الـ AB بارلل مين؟ الـ AB ده بارلل لمين؟ واضح ان هو بارلل DC. طيب الـ BC بارلل لمين؟ للي قدامه ده AD. طيب الـ AB بيربنديكولار على مين؟
بربنديكولار على بي سي، وعلى مين كمان؟ وعلى اي دي. اختار اي واحده منهم. ممكن نقول بربنديكولار على مين؟ على بي سي. طيب السي دي، السي دي ده بربنديكولار على مين؟ بربنديكولار على ده، وعلى مين؟ وعلى ده، عشان عامل رايت مع ده وعامل رايت مع ده. نخليها مثلا المره دي اي دي. طيب البي دي فين؟ البي دي ده البي دي دياجونال. بربنديكولار على مين؟ على الدياجونال الثاني، لان احنا خدنا قلنا ان التو دياجونالز بايسكتس اتش اذرز وايكوال وبربنديكولار كمان. يعني هنا في رايت هنا كده، فور انجلز كل واحده منهم رايت. يبقى البي دي بربنديكولار على الاي سي. تعالوا نشوف مع بعضينا اكسرسايز 8. بيقول لي درو ذا ريكتانجل اي بي سي دي هوير اي بي ايكوال 4 سنتيمتر اند بي سي ايكوال 3 سنتيمتر. يعني الاي بي ده اللينس والبي سي ده الويدز. زين درو ذا تو دياجونالز اي سي اند بي دي. وبعد كده نعمل ايه؟ ميجر يوزنج الرولر، يعني قيس باستخدام المسطره ذا لينس اوف اي سي اند بي دي. هنشوف الاي سي كام والبي دي كام اند وات يونتس. وانت ملاحظ ايه؟ تعالوا نبص نشوف هنرسمها ازاي. اول حاجه نحدد البوينت A، وبالمسطره ناخد 4 سنتيمتر نوصل للبوينت B، وعند البوينت B ناخد البربنديكولر بي سي نوصل لحد ايه؟ لحد ال 3 كده، لان هو قال لي 3 سنتيمتر. وبعد كده نروح الناحيه الثانيه وناخد الاي دي، يبقى دي البوينت سي، يبقى دي البوينت دي. وبعد كده نعمل ايه؟ نعمل الدي سي، نقفل كده الريكتانجل بتاعنا. بعد كده هنوصل الاي سي ونوصل البي دي. ادي الاي سي وادي البي دي. تقيس بقى بالمسطره بتاعتك تلاقي ان الاي سي ده 5 سنتيمتر، وتلاقي ان البي دي ده 5 سنتيمتر. طيب هنلاحظ ايه؟ نلاحظ ان التو دياجونالز مالهم ار ايكوال. طيب تعالوا نشوف مع بعضينا اكسرسايز 9. يقول لي درو ريكتانجل اكس واي زد ال ان ويتش اتس دايمنشنز. قلنا كلمه دايمنشنز يعني اللينس والويدز مع بعض، ار 5 سنتيمتر اند 2 سنتيمتر. زين كومبليت. ممكن نرسمها كده عشان نحل عليها على طول. ادي الاكس واي زد ال. احنا عارفين ان الريكتانجل المفروض ان ده ايه؟ ده بربنديكولار على ده، ودي كده برضو 90 وهنا 90 وهنا 90. طيب الاكس واي، ادي الاكس واي ايكوال ايه؟ ايكوال كام سنتيمتر؟ طبعا دي المفروض 5 سنتيمتر، وده هنا كام؟ 2 سنتيمتر. الاكس واي ايكوال مين؟ ايكوال ال زد. ايكوال كام سنتيمتر؟ ايكوال 5. طيب الواي زد ديت ايكوال ايه؟ ايكوال اللي قدامها اللي اكس. ايكوال كام سنتيمتر؟ ايكوال 2. طيب الاكس واي ده بارلل لمين؟ بارلل ال زد. طيب الاكس واي بربنديكولار على مين؟ خد بالك عندك زد واي وعندك مين؟ ال اكس. يعني ده كده بربنديكولار على ده وعلى ده. نختار واحد منهم، ممكن نقول زد واي. طيب الواي زد، الواي زد ده بارلل لمين؟ بارلل ال اكس. طيب والواي زد ده بربنديكولار على مين؟ بربنديكولار على ال زد. طيب نيجي نشوف اللي بعديها. بيقول لي درو ذا ريكتانجل اي بي سي دي اوف لينس 10 اند اوف ويدز ايكوال تو هاف اتس لينس. هنا اللينس مديهولك. طب الويدز بيقول لك ايه؟ بيقول لك بيساوي هاف، يعني نص مين؟ نص اللينس. يعني ال 10 دي النص بتاعها كام؟ النص بتاعها 5. يبقى انا عندي الويدز از 5. يبقى لما نيجي نرسمها كده، ادي الاي بي، ادي A B C and A and D.
الاي بي بكام؟ المفروض 10 سنتيمتر. طب والبي سي بكام؟ ب 5 سنتيمتر. بيقول لي عايز البريمتر. البريمتر يبقى لازم اجيب اللينسز كلها، انا عارف ان ده 10 يبقى ده كمان ايه 10 زيه، عشان في الريكتانجل كل تو اوبوزيت سايدز ار ايكوال. طيب ده 5 يبقى ده كمان 5 سنتيمتر، يبقى ذا بريمتر از از ايه بقى؟ كل اللينسز دي مع بعضيها 10 بلس 5 بلس ال 10 دي بلس ال 5 دي هيكوال معانا كام؟ هيكوال 30 سنتيمتر. نيجي مع بعضينا نشوف اخر مساله معانا، مساله السينك اند انسر، ودي بعتبرها من المسائل المهمه جدا ولازم تهتم بيها. بيقول لي درو ذا ريكتانجل اي بي سي دي هوز تو دايمنشنز ار 6 اند 4. زي المساله اللي فاتت بالظبط، هنعمل ريكتانجل اللينس بتاعه ال 6 والويدز بتاعه اس 4. وبعد كده بيقول لي درو الاي سي والبي دي، يعني هنرسم التو دياجونالز وير ان از ذا بوينت اوف انترسكشن، والبوينت اللي في النص هتبقى اسمها ان. وبعد كده بيقول لي درو ان واي، يعني من البوينت ان دي هعمل لاين اسمه ان واي بارلل للسايد بي سي، وده هيقطع الدي سي في واي. هنشوفها هتيجي ازاي. طالما بعدين نشوف الكلام ده هيحصل ازاي. اول حاجه هنرسم الريكتانجل اي بي سي دي، ادي البوينت A، هناخد 6 سنتيمتر نوصل للبوينت B، وبعد كده نعمل ادي البي سي 4، وهنعمل الاي دي 4، وبعد كده نوصل الدي سي، ونعمل التو دياجونالز الاي سي والبي دي، وبتبقى البوينت دي البوينت ان. بعد كده هنعمل ايه؟ المفروض ان انا بدرو هنرسم الان واي، يعني ان واي ماله بارلل لمين؟ للبي سي، للبي سي ده تو كات، وهيقطع الدي سي ات واي، يعني اللاين ده لما اعمله بارلل ده يبقى ماشي ازاي؟ يبقى ماشي كده. يوم قاطع الدي سي في بوينت هنا اسمها واي. احنا اتفقنا عشان نعمل بارلل لاين بعمل ايه؟ باجي بالسايد الكبير بتاع السيت سكوير او الترينجل بتاعي احطه على البي سي، والمسطره بتاعتي على القاعده، ونمشي لحد ما اوصل للان كده بالظبط. حطينا المسطره فوق وحطينا السايد ده هنا، وهمشي بمثلث كده لحد ما اوصل لمين؟ للبوينت ان، واخد الخط كده وصلنا الان واي، وادي تبقى دي البوينت ايه؟ بوينت واي. طيب بعد كده هنعمل ايه؟ بيقول لي درو ان اكس بارلل دي سي، يبقى انا هعمل بارلل للدي سي ده والان اكس بارلل لده تو كات اي دي، هنقطع الاي دي ده بقى فين؟ في بوينت اسمها اكس، يبقى همشي كده. طب عشان اعمل بارلل لاين بعمل ايه؟ بحط المثلث بتاعي على اللاين اللي انا عايز اعمل البارلل ليه، وبنحط المسطره بتاعتنا تحت كده، وهمشي بالمثلث لتحت لحد ما اوصل للبوينت ان، واخد الخط بتاعي اهو لحد كده بالظبط. وقفت بالسيت سكوير، خدت السايد الكبير عند الدي سي، ومشيت بالمثلث بتاعي لتحت لحد ما وصلت للنقطه اللي انا عايز اعمل منها اللاين. فانا كده وصلت لحد الان، هوصل بقى كده لحد ما اقطع الاي دي، ويبقى هي دي البوينت اللي اسمها ايه؟ هي دي اللي اسمها اكس. بعد كده نقيس الحته دي هنلاقيها 2 سنتيمتر، ونقيس الحته دي كده هنلاقيها ايه 3 سنتيمتر. طيب هو طالب ايه بعد كده؟ بيقول لي انا عايز البريمتر، هو عايز البريمتر بتاع ال n x دي واي، عايز البريمتر بتاع الحته دي. طب البريمتر يعني ايه؟ يعني السايد ده بلس ده بلس ده بلس ده. طب دي 2 وده بارلل لي، يبقى ده كمان 2. طب دي 3 وده بارلل لي، يبقى دي كمان 3. يبقى البريمتر عباره عن ايه؟ عباره عن 3 بلس 2 بلس 3 بلس 2 اللي هو هيطلع معاك 10 سنتيمتر. وبكده يبقى احنا خلصنا الليسون بتاع البوليجونز. ليسون جميل جدا، لازم تفهمه كويس، لازم تدرب نفسك على الرسومات. كل نقطه مش فاهمها ارجع افهمها تاني. الليسون ده هيتكرر معاك كتير، ولازم تبقى كويس جدا فيه. ما ننساش ان الهوم ورك بتاعنا
الورك شيت اللي على الليسون، ولو فهمت الدرس كويس هتلاقي الورك شيت سهل جدا، لان دايما الورك شيت تبقى مسائله اسهل من مسائل ايه الليسون. وبالتوفيق ان شاء الله.